هذا ويأتي نجاح تنظيم سباق الفورمولا 1 عبر سلسلة من الجهود المتواصلة التي تؤكد قدرة وزارة الداخلية وريادتها في تأمين وتنظيم مثل هذه الفعاليات الدولية. نعم، فوزارة الداخلية بمختلف إداراتها لم تدخر جهدا طيلة أيام السباق لضمان إنجاح الحدث الرياضي العالمي وفق أعلى معايير الجودة. قصة نجاح يتوجها حضور جماهير غفيرة من كل أنحاء العالم جاءت لتستمتع بحضور سباقات جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج 2023 الفورمولا 1، والتي استطاعت مملكة البحرين من خلال تنظيم هذا الحدث تسجيل نجاحات متتالية. وفي هذا الإطار جاءت منظومة التعاون والتنسيق رفيعة المستوى من جانب الإدارات المعنية بوزارة الداخلية من خلال الحضور الأمني المدروس وتقديم الخدمات الأمنية من جانب الجهات الأمنية المعنية. أود في البداية أن أرفع أسمى التهاني والتبريك سيدي حضرة صاحب الجلالة وسمو ولي العهد رئيس الوزراء، وأيضا بهذه المناسبة أود أن أقدم الشكر والتهنئة لمعالي وزير الداخلية والجميع العاملين في وزارة الداخلية على الجهود المتفانية في تنظيم هذه الفعالية من ناحية الإدارية والأمنية والإنسيابية. في الحقيقة أنا جيت بسيارتي الخاصة ودخلت إلى المواقف ودخلت إلى الفعالية بيسر وسهولة، يعني 7 دقائق من بداية المدخل الشارع الرئيسي إلى داخل الفعالية الدخول سهل، إجراءات التفتيش ما حسينا فيها، وهذا شيء إحنا نشكركم في الحقيقة، نشكر جميع العاملين في الداخلية لأن الأمن مهم، يعني لولا الأمن والاستقرار البحرين ما نعمت بهذا الفعالية والتقدم. فنشكر معالي الوزير ونشكر جميع أعضاء الفرق الأمنية والمتعاونين، وجميعا إن شاء الله نخدم البحرين. ولله الحمد نشهد اليوم هذا الحضور الجماهير منقطع النظير، وأشوف إشادة يعني من الحضور بكافة أعمال التنظيم اللي شهدها هذا الحضور، وإن شاء الله يعني البحرين في تقدم وازدهار، وإحنا طبعا هذه النسخة 19 لإقامة حدث الفورمولا، وهي شهادة لأن إحنا فعلا دخلنا في خبرة و يعني تنظيم أكثر دقة، وهذا يعني الفضل يعود إلى تنظيم معالي وزير الداخلية وتوجيهات الكريمة بأهمية سلاسة التنظيم ودخول الجماهير من أبواب عديدة. وهذا التنظيم يعكس لك اليوم حضارة أن البحرين فعلا بعد هاي المدة استطاعت أن تظهر بهذا المستوى المشرف على المستوى العالمي. البحرين كما هي معروفة بالانفتاح والتعايش، ورسالة جات الملك رسالة سلام عالمية، وإحنا اليوم فعلا نشهد يعني هذه الرسالة من خلال هذا التنظيم الناجح، وإن شاء الله للمزيد من التطور والازدهار تحت ظل العهد الزاهر لحظة صاحب الجلالة. كما شهد الجماهير أجواء من المتعة والترفيه في جناح وزارة الداخلية، والذي يتضمن عدة إدارات من ضمنها الإدارة العامة للمرور والمباحث والأدلة الجنائية، بالإضافة إلى المركز الوطني للأمن السيبراني والإدارة العامة لتنفيذ الأحكام وعرض عدة آليات للشرطة. ما شاء الله التنظيم فعلا يعني مبدعين في التنظيم، وطبعا هم أول ما نحن دخلنا على الشارع اللي جينا على الطريق الفورمولا الشرطة موجودة، الأمن موجود على كل جوانب، ويعني الحراسات مستمرة، وطبعا التنظيم أساس أنه يعطوك مسار اللي توصل لمنطقة الفورمولا. طبعا جزاهم الله خير ما قصروا معنا، يعني نحن كنا نسألهم في كل محطات مر عليهم نسألهم وين المكان، ومشكورين على جهودهم بارك الله فيك. والحين نفس الشيء دخلنا هنا على المكان هذا، وما شاء الله تنظيمهم طيب وجميل، ونشكر هذا وزارة الداخلية على هذه الأشياء. كان تنظيم رائع من وزارة الداخلية، من الشوارع انسيابية حركة المرور وما في ازدحام، وأكبر عدد تشوفونه في الفورمولا قدروا يدشون ويطلعون سباق الفورمولا، وحتى داخل ما شاء الله عليهم يعني موجودين في كل مكان في كل نقطة، وأي سؤال استفسار تسألهم يجاوبونك، يعني الصراحة تنظيم ولا أروع، والله يعطيهم الصحة والعافية. كل سنة ننتظر الحدث يعني الناجح، وشيء نقدر نقوله ولا يخلينا نقول ناجح دائما التنظيم، وما شاء الله وزارة الداخلية يعني تعودنا احنا كل سنة عن سنة نشوف شيء متطور أكثر، حتى في الطريق اللي جايين احنا شيء منظم سهل،
والمعرض دائما سنوي هني. واضافوا شيء مهم جدا نسمع عن الامن السبراني، لكن اكثر الناس ما عندهم فكره وما عارفين يعني شنو، فهي فرصه بعد ليون هني يزورون المكان وفي مكان خاص انه يعرفونهم ويشرحون لهم يعني بشكل مبسط. ومشكورين كل الشكر لهم، ودائما اكرر نجاح العمل من نجاح التنظيم. إن تكاتف الجميع من أجل إنجاح هذا الحدث الرياضي العالمي يمثل تأكيداً للعالم اليوم على مدى الاستقرار والشعور بالأمان الذي يسود البحرين، ومدى الود والتعايش الذي يعتز به شعبها في التعامل مع الآخرين.